وهنسخن الزيت وهنبدا مع البصل. هنحط معاه دلوقتي الثوم. اوكي. ننزل شويه من الثوم. طبعا البصل حسب ما هم بيحبوا قد ايه الاكله يكون فيها، يعني ما حدش يتازم بكميه البصل. طيب احنا دلوقتي اهو احنا مش هنحمرهم بالزياده، يعني احنا هنديهم بس تشويحه لونهم يبقى خفيف ذهبي. وبعدين بننزل عليهم على طول بالفريك ده، نشوحهم مع بعض. تحتاج مي او شيء للوصفه اخر حاجه؟ اوكي. وبعدين احنا ما بنحطش ميه كتير يا هلا لانه مش هنسلقه، لانه اوريدي بس نحشي الحمام، بس بدنا شويه يتشرب طعم الزيت، يبقى شرب الزيت والبهارات والحاجات اللي حطيناها. أوكي. ويتحشي في الحمام بعدين بيتسلق، فلو انا سويته هنا وبعدين سلقته هيتهري. لا بصير مثل ما قلتي مهروس على الاخير. Exactly. يعني